بسم الله الرحمن الرحيم. طلبتنا الأعزاء، المرحلة الرابعة تكنولوجيا حفر. محاضرتنا بعنوان calculations of drilling fluid. طبعا نوع الضغط ممكن نحسبه من خلال علاقة اللي هي هذا الثابت مضروب في الرو في الاتش اللي هو كثافة سائل الحفر، والاتش هو عمق البير. طبعا هذا الثابت هو تم هو يمثل التدرج، تدرج الضغط على الماء الاستاتيكي. طبعا البي تعنين البرجر اوف مد كولوم، عمود الضغط اللي في البير، والرو هو المد دنسيتي، والاتش هو الدبث. طبعا عادة السوائل الحفر اللي هي اللي يكون البيس مالها ماء اللي هو ووتر بيس، والمد في حالة اللي هو الاويل بيس كثافته تكون عادة أقل من 8.3. في حالة إعداد أو تحضير سوائل الحفر يجب أن نراعي أنه فرق الكثافة بين سائل الحفر تراوح سائل الحفر والسائل الموجود أساسا في طبقات الأرض عند عملية الحفر حدود 0.25 إلى 0.45. يجب أن يتوفر هذا الفارق بين كثافة سائل الحفر والسائل الموجود أساسا في طبقات الحفر في حفر كبير، وذلك لأنها تسبب الضغط الهيدروستاتيكي اللي يجب أن يكون قيمة سائل الحفر أعلى من عند التغلب على هذا الضغط. طبعا في عملية قياس كثافة سائل حفر نستخدم اللي هو مود بالانس، اللي هو عادة عبارة عن جهاز يتكون من ذراع، وفي نهاية الذراع عبارة عن على خزان على شكل كاب يوضع فيه وحدات الكثافة، أما قاون على جالون أو قاون على متر مكعب أو درام على سنتيمتر كيوبيك. غالبا حسابات السوائل الحفر تكون اللي هي الفوليوم والدنسيتي، لأن الحجم دائما هو عندنا حجم بير وحجم منظومة، وكذلك الكثافات المستخدمة اللي تكون عامل جدا مهم في سوائل الحفر، وذلك بسبب الإضافات اللي إضافات الصليبة وكذلك إضافة المواد السائلة إلى سيستم الحفر. طبعا في بداية كل عملية حفر يجب حساب اللي هو السيستم فوليوم، حجم السيستم مالنا سيستم الحفر اللي هو يتكون من مجموعة من اللي هو اللي الليكويد الموجود داخل البير، كذلك السيرفس بيت اللي هو الأحواض الموجودة للترسيب منظومة سائل الحفر، كذلك التانكس اللي نخزن بيها سائل الحفر. طبعا هذه المرحلة هي مرحلة ليست بسهلة وتحتاج خبرة كبيرة من مهندس الحفر لكي يحدد حجم منظومة حجم السيستم الحفر اللي ممكن نستخدمه في عملية حفر البير. طبعا الفرضيات اثنين اللي هي يجب أن نأخذها نظر الاعتبار في عملية حساب الحسابات اللي تتعلق بسائل الحفر والمنظومات والسيستم فوليوم. طبعا اول شيء احنا عندنا الحاله الاولى ان هنا الاول اسامبشن اول فرضيه انه كل الاحجام ممكن سبستنس المواد الموجوده للاحجام ممكن قابله للجمع، كذلك الاوزان للمواد تكون قابله للجمع. طبعا العلاقه نجي من علاقه بسيطه حتى بعدها ممكن احنا نشتغل المعادلات الخاصه في عمليه الحفر. طبعا في اسينات مثل لي حجم المواد الصلبه، والفي ام 1 اللي هي حاله حجم سائل الحفر قبل الانيشال البدايه، وهذا فاينل هو في ام 2 بعد اضافه السوليد الحجم الصلب الى المنظومه حتى يكون هذا الحجم النهائي للسيستم. طبعا وكذلك الوزن هو عمليه هو عباره عن الحجم مضروب بالكثافه، طبعا السوليد راح ينضرب بكثافته، وكذلك الحاله الاولى الانيشال فاليو اوف درينج فلويد، وهذه الفاينل فاليو اوف انيشال ويل تخص الويت تخص الوزن، هي عباره عن الرو ام 2 مضروبه في ام 2.
طبعا هنا الفي اس هي الفوليوم والسوليد سبستنس اللي هو مثل حجم المواد الصلبه، الفي ام 1 اللي هي انيشال فوليوم اوف دريلينج فلويد، هنا عندنا الفي ام 2 اللي هو تمثل لي الفاينل فوليوم اوف دريلينج فلويد، الرو اس تمثل لي الدنسيتي اوف سوليد سبستنس يمثل لي كثافه المواد الصلبه المضافه، الرو ام 1 هو الانيشال دنسيتي اوف دريلينج فلويد اللي هي الكثافه الاوليه ل الكثافه الاوليه لسائل الحفر، والرو ام 2 هو الانيشال دنسيتي اوف دريلينج فلويد. طبعا هنا هذه عندنا احنا خطا، المفروض فاينل دنسيتي اوف دريلينج فلويد، هذا مو انيشال، هاي فاينل. طبعا هنا اكو علاقه مهمه احنا ممكن احنا نشوفها هنا في حاله حساب حجم المواد الصلبه. طبعا نستخدم العلاقه رقم واحد اللي هي اشتقت من العلاقتين السابقه، تخص الوزن وتخص الحجم. طبعا هاي الحاله الاولى نستخدمها في حاله انه كان عندنا الفاينل فوليوم اوف سيستم، نعرفها اللي هي الفاينل فوليوم اوف دريلينج فلويد، راح نكون نطلع من عندها الفوليوم اوف سوليدز موجوده. والمعادله الثانيه ممكن نستخدمها في حاله اذا كان انا عندي الانيشال فاليو اوف ان شاء الله الانيشال فوليوم اوف انيشال فوليوم اوف دريلينج فلويد موجوده، فممكن نطلع من خلالها الفي اس اللي هو فوليوم اوف سوليد. هنا ذاك الكيا يعني اذا كانت في حاله الام ام اكزيست موجوده، على المعادله الثانيه استخدمت في حاله الفي ام 1 اكزيست موجوده، ممكن احنا نطلعها من المعادله رقم 2. في حاله حسب في حاله حساب وزن المواد الصلبه نستخدم هذه المعادله. طبعا المعادله هذه بالضبط هي نفسها، فقط هنا سوينا ضربنا الطرفين في رو اس اللي هي كثافة المادة الصلبة، هنا كثافة المادة الصلبة. طبعا هذا ممكن نطلع من خلالها وزن المادة الصلبة المضافة إلى سائل الحفر. طبعا احنا عادة بالفيلد يعني بالموقع ممكن نحسب حسابات اللي هي يسموها ممكن احنا بالموقع ايش نحسب حسابات، هذه حسابات اخرى اللي هي تخص الفيلد يونتس، يعني حاله الفيلد يونتس. وين يوزنج ذيس كويشن وي كان يوز ذا فيلد يونتس، يعني نستخدم وحدات الفيلد. فعلى سبيل المثال عندنا 1 ساك يعني كيس واحد او في الباريت يساوي 100 باوند وزنه، اذا كان عندي اني باريت اللي ماده المضافه المثقله. طبعا هنا ممكن نحولها نفس هذا البيت باون نحولها الى حجم ونقسمها على الكثافه. طبعا هنا هاي كثافه الباريت اللي هي عباره عن شنو سبيسيفيك جرافيتي، النسب الكثافه النسبيه المن للباريت مضروبه في كثافه الماء العدد. طبعا راح تطلع لي كثافته 100، راح نقسم عليها راح تطلع لي بالضبط الحجم واحد كيس من الحجم واحد كيس من الباريت 0.337 فوت مكعب. فكل 0.373 فوت مكعب لكل كيس. زين طبعا احنا محتاج البرميل نعرفه اللي هو بي بي ال، والباون هو ال بي، هاي الوحدات اللي نستخدمها دائما في مجال الفيلد. واساسا هو كل واحد برميل يساوي 5.5 فيت مكعب. فنجي بالضبط هنا نقسم ل 0.373 على 5.61 راح يطلع لي اللي هو بالضبط الكيس من الباريت يساوي لي 0.0665 برميل. فاذا قلبناها راح تتحول تصير 1 برميل يساوي 15 ساك، يعني بالضبط البرميل يساوي 15 كيس من الباريت. طبعا هنا عندنا ممكن يعني في حاله الفيلد احنا نستخدم اكياس، فممكن نقول اذا مثلا الاس بي معناه هذا اللي هو بالضبط الاس اللي هنا يعني نمبر اوف باريت، يعني اللي هو كم كيس من الباريت، كم ساك من الاس بي، كم ساك من الباريت نستخدمه ل 100 برميل بالضبط من المط. طبعا في حاله انه مثلا لحاله تغيير او زياده كثافه المد عندي من مثلا رو
رو ام 1 الى رو ام 2 وحسب معادل رقم 2 بحالة انه عندنا البالغ كثافة 15.38 ممكن العلاقة تتحول الى هذه الصيغة. ممكن هذا خمس قلنا لكل 15 هذه لان 15 هو البرميل يساوي 15 ساك كيس ممكن العلاقة نستقر وهذه بالنتيجة يكون عدد هذا الاس بي مثل لعدد الاكياس اللي نستخدمها لكل برميل بارد ممكن ندخله الى السيستم وممكن حسابه لسائل الحفر المواد المضافة لسائل الحفر. طبعا شنو هنا هذه الحالة الاولى احنا نستخدم البارد هنا ممكن الحالة الثانية احنا شو نقول هنا مو بارد نستخدم بالضبط اللي هي اكو المادة الاخرى اللي هي ممكن مادة مثقلة اللي موجودة اللي هي منتونات. فاذا كان هنا if same way we can calculate number of منتونات ساك يعني كيس البدء طبعا هو كثافة نسبية مادة 2.2 ونفس العملية استخدمناها عدد الاكياس الموجودة هنا ممكن هنا واحد ساك راح يجي يساوي لي بالضبط يساوي لي 100 باوند وهكذا الى ان ممكن احنا اخير شيء نوصل نفس الحالة جد احنا نحول هنا عندنا الواحد برميل يساوي لنا 2.75 ساك يساوي لنا لكن عشان عندنا 15 بالباريت طبعا عدد الاكياس اللي 100 برميل من المد ممكن احنا العلاقة نفس الشيء ولكن هنا عندنا فرق الكثافة تختلف راح تطلع عندي هذا عدد اكياس من البنتونيت المستخدمة ل 100 برميل من المد لاستخدمها جد بالضبط جد يساوي لي كمية البنتونيت المضافة بالاكياس. طبعا هنا العلاقة ممكن هذه تشتق مرة اخرى ولكن بصيغة اخرى. احنا عندنا بحالة مرات ما نحتاج نرفع الكثافة نحتاج نخفض الكثافة فدائما تخفض الكثافة يا اما نضيف ووتر يا اما نضيف اويل ومعادلة رقم واحد تصبح بالصيغة. فاذا حجم الماء المطلوب راح نطبق هذه العلاقة ممكن حتى نطلع بها حجم الماء المضاف لتقليل الكثافة. كذلك ممكن احنا نستخدم نفس المعادلة ولكن هنا راح شو نسوي نغير هنا نكتب اويل اذا كان عندي الماد هو البيس ماله اويل. عندي ملاحظة اخرى ممكن اني احول وحدات الفيلد الى وحدات اللابوراتوري الى المختبرية او بالعكس تحويلها فواحد الباون على برميل يساوي لي جرام على 350 سي سي كيوب فهي علاقة ممكن نستخدمها بحل المعادلة. طبعا هنا احنا هذه تقريبا احنا كملنا الشغلات العلاقات اللي شفنا وطلعنا عليها راح نبدي ناخذ بعض الامثلة حتى تكون الصورة اوضح في حل المسائل كيف استخدام هذه المعادلات. طبعا هنا عندنا example رقم واحد the volume and density of drink fluid water and bentonite يعني انا بالضبط عندي السائل حفر ومتكون من الووتر والبنتونيت از مطيني 500 برميل عن 9 باون على جالون اللي هي على التوالي اللي هي المي مع البنتونيت. هاي اول حاله عرفنا هنا انه عندي سائل حفر متكون من مي والبنتونيت. amount of direct was added to this mud which changed the mud density to 12 باون على جالون. اذا احنا ايش سوينا بهاي الحاله؟ الحاله الثانيه ضفنا كميه من البارت الى سائل الحفر وتغيرت الكثافه النهائيه اللي قد المواد صارت 12 باوند على جالون. Find the volume and weight percent of the solid substance يعني انا اريد هسه تحسب لي الفوليوم يعني بالضبط الحجم والوزن المن البرسنت المواد المضافه اللي هم البنتونيت والبارت. نجي ما دام راد من عندي اني نسبه مئويه اذا العلاقه تكون بالضبط كالاتي. طبعا نستخدم هاي المعادله اللي هي لايجاد السوليد اللي احنا اخذناها بالبدايه نفسها هذه هي المعادلة راح ننزلها موجودة اللي هي VS1 ممكن اوجدها بس ما دام انا عندي بيرسنت فاذا هي شغلة بسيطة انه هذا المضروب راح يصير تحت هذا يصير هنا بالمقام راح يصير نسبة بين الحجم الى المد. فاول شيء راح نحسب للتبتونيت تبتونيت بالضبط انا مطيني ايش قد موجودة النسبة بيناتهم موجودة العفو مطيني الكثافات مالتي كلها انا يمي فاجي اول شيء the volume of percent of tintonate راح تصير 9 اللي هي الرو ناقص 8.3 المل للمي و 8.3 وهذه هي مال التنتونيت اللي هي الكثافه مالته بالضبط طلع اللي النسبه المئويه 5.3% يعني باعتبار اني هذه صارت نسبه بين السوليد الى الحاله النهائيه حسب قلنا الفي اس على الفي ام 2
راح طبقت هذه العلاقة طلعت النسبة عندي 5.3%. كذلك احنا نجي هنا نحسب نسبة شنو البارت. البارت نفس الحالة صارت عند الفاينل هنا الموجودة اللي هي صارت 12 بعدين ناقص 9 على 8.35 اللي هي كثافة ال الباريت هنا ناقص اللي هي الكثافة الكثافة اللي قبلها اللي كان هذا التسعة اللي هي شنو كانت بإضافة شنو التسعة بإضافة كانت البنتونيت يعني هذه الأولى كانت مي ويا البنتونيت هنا صار شنو عندي باريت وصل لي كثافة جديدة هنا اللي صارت 12 ويا من الحالة الكويس الأولى اللي كانت بالضبط هذه بحالة الكثافة بإضافة المي مع البنتونيت فتطلع النسبة 11% إضافة الملل طارد. طبعا دارب نحسب انه تجد بالضبط الحجم الكل جد النسبة مالته صار 5.3 زائد 11% فصار بالضبط عند 16.3% هي شنو جد بالضبط الحجم الإضافة للمواد اللي هي سبتنس اللي هي البنتونيت والطارد. إذن هنا ممكن إحنا عندنا توكالكوليت the weight of solid in the liquid using إذن نستخدم هذه المعادلة المال حتى نحسب بالضبط إيش قد the weight of solids in the liquid using إيش قد إحنا وزن المواد المضافة الصلبة في المضافة لسائل الحفر عندنا هنا بالضبط هذه المعادلة نستخدمها نفسها اللي تخلص الوزن اللي هو rho في V rho S V S المادة الصلبة وهذه العلاقة نجي الحالة الأولى اللي هي نفس الشيء راح شو نسوي راح نقسم باعتبار إحنا هذه اللي هي الرو اس في اس اللي هي المادة الصلبة راح نقسمها على الحالة النهائية للفاينال باعتبار شنو هذه الرو ام 2 في ام 2 فصارت نسبة عندنا قسمنا إذن المعادلة هذه على قسمنا الطرفين على رو ام 2 في ام 2 فصارت عندنا المعادلة بهالصيغة التالية هذا طبعا راحت تصير بحط صيغة هذه المعادلة نجي وش الحالة نطبق حالة البنتونيت اللي الحالة الأولى شو طبقناها نجي مجرد تعويض تعويض للكثافات الموجودة عفوا راح يصير عندنا هنا صار عندي هنا بالضبط تعويض البنتونيت موجود عندي 20.8 9.3 هي الكثافات الاولى الانيشال اللي هذه كانت رو ام 2 رو ام 1 وهذا رو ام 2 طبقناها طلعت نسبة الوزن مالته 12.5% طبقنا الحالة الثانية بالنسبة للباريت نفس الشيء اللي جينا قسمنا وحسبنا نفس الشيء المعادلة حسبناها الحالة الثانية طبقناها المن للباريت هنا الموجودة اللي طلعت هنا عندي هذه الأول كانت للبنتونيت عفوا هنا الحالة الثانية اللي هي للبنتونيت طلعت 12.5 هسه نجي الحالة الثانية للباريت اللي طلعت نفس الشيء نفس هم نقسم نفس العلاقة استخدمناها الأولى راح نجي هنا نطبق اللي هي الحالة هاي الفاينال وهاي الانيشال وهاي الانيشال بالنسبة لي هاي هنا كانت الحالة عندها كانت مضيوف للبنتونيت هنا نضفنا الباريت صارت المعادلة القصيرة هاي كثافة الباريت الموجودة طبعا تطلع 33% نسبة الوزن بالنسبة للباريت طبعا التوتال راح نجمع جد المواد المضافة 12.5 و33 بعد 45% ونص الوزن المواد المضافة إلى سائل حفر طبعا هنا هسه عندنا كمثال ثاني هسه راح نتطرق له حتى تكون اكثر عندنا المام بالموضوع طبعا هنا مثال ثاني بالضبط يقول the volume of filling fluid is 800 برميل was prepared from water من المي عن البنتونيت يعني اساسا هي محضره من المي والبنتونيت فنعرف وش قد جد نسبه الحجم مالتها 5% amount of pellet was added that changed the density to 12.5
طن على جالون find the barrel added in tons. يعني هو شيل in tons. هو شيل بالضبط هنا. عندي عندي سائل حفر أساسا اللي هو موجود 800 برميل. بحضر بنسبة بنسبة إضافة هي 5% percent يعني volume percent كحجم. اريد شنو بعدين كمية المطالات اضافت تم اضافتها لتغيير الكثافة 12.5 طاولة find the pallet added in tons يعني بالضبط طريقة البالت قضفنا احنا بالبداية راح تجي الى هذه المعادلة هذه المعادلة اخذناها قبل شوية اللي هي نفسها سويناها modification اللي هي VM2 تكون هنا ونزلت فصارت نسبة اللي هي VS على VM2 final حسب ما منطيني بالسؤال مي مع مع البنتونيت فراح يصير عندي 5% يساوي رو ام 2 ناقص رو ام فقدرنا نطلع هسه الرو حتى منها نقدر من هاي المعادله نطلع الرو ام 2 اللي هي حاله السائل الحفر بعد اضافه البنتونيت فايش قد يطلع مالته كثافته السائل الحفر بعد اضافه 8.9 باون على جالون فهذه لهنا احنا عند الحاله الاولى قبل اضافه البارد فاذا عند اضافه البارد طلعت العفو عند اضافه الكنترولر طلعت 8.9 باون على جالون هذه تعتبر قيمه اللي هي رقم 2 تعتبر من طبقنا اللي راح نطبق المعادله لايجاد الفي اس كميه الماده الصلبه للبارد تعتبر هي الرقم 1 باعتبار احنا هذه الحاله انتهت لهنا حسبنا سائل حفر اللي هو قبل الاضافه صار اضافه وانتهى صارت تسمين طبق معادله من جديد اضافه البارت يعتبر شنو هو الحاله اللي هي قبل الاضافه راح نضيف لها البارت فنجي نطبق نفس المعادله الموجوده الفي اس صار في ام 1 رو ام رو ام 2 ناقص فالرو ام 1 هي نفسها 8.9 الرو ام 2 اللي هي ايش قد 12.5 والرو اس اللي هو 85 اللي هي مال البارت وهذا هذا الفاينل فاذا هذا الفاينل فاينل ضربنا ب 800 الفي ام 1 باعتبار عندي الفي ام 1 اللي هي عدد هنا بالضبط معطيني اياها بالبرميل معطيني اياها فطبقنا هذه العلاقه فالفي اس يساوي لنا 800 في مضروبه 12.5 ناقص 8.9 اللي تمثل لها العلاقه بالضبط هنا طبعا هذه 42 حتى شلون اشرح لكم عنها حتى تعرفون شنو هذه 42 الاولى ضربناها هنا ليش؟ لان هنا احنا ردنا نطلع قيمه ال بالضبط هنا القيمه مالتها هذه عباره عن برميل هذا يعني هذه بالضبط هذه برميل معناها عندي حجم فهو 800 برميل مضروبه في كثافه من ضربت بالكثافه ايش صار؟ صار كانما وزن هذا صار عندي وزن الوزن احنا شلون نحوله بهاي الحاله الكثافه الكثافه مالته اللي هو وحداتها جالون على بالضبط هي تصير هنا عندي محسوبه جالون العفو باون على جالون اللي هي هنا الكثافه فراح نضرب هذا بالبرميل راح يحول لي الى جالون فراح تطلع عندي هذه وحداتها بالضبط تصير تطلع لي بالجالون زين واحنا هذه الحاله بالبسط احنا ليش قسمناها على 42 لان طلعت لي بالجالون رجعها الى برميل فتحولت هذه الحاله الاولى حولت لي عدد البراميل الى جالون وهنا ما دام طلعت لي العلاقه هي الحجم طلع لي هنا طلع لي جالون اريد ارجعه اني برميل فمن اقسم على 42 راح يرجع الى برميل فطلع بالضبط الفي اس ماده البارت هي 123.6 برميل طبعا نبدا نحول الى طن بهالحاله احنا عمليه تحويل الى طن نفس العلاقه نجي نقول اللي هي بالبرميل راح نضربها في 42 حتى تصير بالجالون نضربها بالكثافه صارت وزن صارت وزن بايش؟ بوحدات الباوند قسمها على 2000 راح تطلع لي بالطن فاذا انا الناتج رايده مني بالسؤال بالطن فطلعت الناتج عندي بالضبط صار عندي بالطن طبعا هنا عندنا مثال رقم 3 example 3 بشقين الشق الاول find the amount of water must be added to 1000 برميل of drilling fluid 12 pound على جالون to reduce the density to 10 pound على جالون اذا هنا احنا نضيف يريد كمية المي المضافة ل 1000 برميل حتى تقل
كثافة من 12 إلى 10 باون على جالون. المطلوب الثانوات is the new volume، نريد الحجم الجديد النهائي. طبعا هذا احنا خذناها العلاقة، خذناها اللي هي في حالة تقليل الكثافة طبعا الحل راح يبدي منا عندنا هذه العلاقة خذناها وال BW اللي هي حجم الماء الوتر المضيفة VM1 RM1 ناقص RM2 على RM2 ناقص 8.3. طبعا احنا عندنا الحجم جد 1000 بربيم انضربه في 42 راح يتحول الى جالون. زين ال RM1 اللي كانت 12 قللناها الى 10، وال RM2 اللي هي 10 ناقص اللي هي 8.33 حسب العلاقة في 42 حتى نرجع نحولها الى برميل، فكيف راح تصير 2 برميل نضيف. فمن خلال العلاقة تطبيق مباشر هنا اللي هي 1000 برميل، هنا فرق الكثافة صارت اثنين غيرنا قللناها مقسومة على حسب العلاقة اللي هو رو ام 2 ناقص 8.3 الى كثافة الماء. فاحنا ضربنا هنا 42 حتى نحول الى جالون، بعدين طلعت النتيجة بالجالون قسمناها على 42 حتى تطلع في بالبرميل. طبعا الحجم الجديد راح نجمع كيف كانت هو الحجم مالته 1000 زائد 1197 يصير احسن 2197. طبعا هذا تطبيق مباشر للعلاقة. طبعا طلاب بس احنا عندنا هذا مثال اخر موجود اللي هو example 4، هذا بي شوية فكرة حتى احنا ممكن شوية بعد واحد شلون يتبع الحل ماله شوية تركيز. هنا مسألة هنا راح يدخل ان اكثر شيء اسمه عامل زمن، هنا مع الزمن ما دام احنا عندنا عملية رينج اذا اكثر شيء اسمه زمن. فالمثال شو يقول؟ اول يعني عندنا اول از دريلينج ويز 15.5 انش، هذا قطر البئر مالنا 15.5 انش. بس نجي ايش بنطينا الفوليوم اللي مالته ايش بدي ينحفر 0.15 برميل لكل فوت، يعني بالضبط كل فوت هو ايش قد 0.15 15% من البرميل 0.15 برميل. انا دريلينج سبيد بسرعة 23 فيت بير منت، يعني بسرعة 23 قدم لكل دقيقة. The pump discharge of drilling fluid، أدي البامب اللي هو يسوي discharge تدفق المن للدرينج فلويد اللي هو يعطيني 27 جالون بين منت، اللي هو هذا البامب الموجود يعني بمنظومة الحفر بالريك اللي موجود بالضبط على السطح، راح يضيف لي ماي منين؟ عن طريق السترينج مالتي اللي هو بالضبط خلال الجوف مال البايبس اللي هي راسها راس الحفر، راح يدخل سائل الحفر وراح ينفذ من خلال راس الحفر. تدفق 720 جالون بير منت. وعندي شنو هنا؟ حاله حفر اللي هو ده يحفر بحجم 0.15 برميل لكل فوت، يعني كل فوت راح يعطيني تقريبا يعني 15% من البرميل. The mud density at the entrance عند الدخول of the well 9.6 باون على جالون. إذا شنو هسه مطيني كثافة سائل الحفر اللي يدخل للبير كثافته هالقد. The density of cuttings يعني مطيني كثافة المواد المقطوعة الروك الصخور مالت cuttings روك الصخور المقطوعة هي قد 20.81 باون على جالون. هسه شيل من عندي calculate the density of mud in the annular. شنو معنى in the annular؟ معنى اني من دخل سائل الحفر من خلال البايب اللي هو ينزل بالضبط ينزل من الفوق من الاعلى الى الاسفل خلال انابيب الحفر اللي هي موجودة، ويمر من خلال رأس الحفر يمر منها عندي هذا شنو يمر بالضبط المد مالت الحفر اللي هو جيت كان تدفق ماله 720 جالون. اثناء عملية القطع داخل بعد رأس الحفر ايضا هنالك مواد مقطوعة اللي هي عبارة عن الروكس مطيني كثافتها بالاضافة الى سائل الحفر. اذا عندي ان سائل الحفر اذا يتدفق بالاضافة الى مواد مقطوعة راح يطلعان عن طريق الانيولر. اذا الانيولر اللي هو خارج البايب مر من خلال البايب
من جانب الطائف يطلع اللي هو المنطقة المحيطة بالضبط المحيطة بالشفت اللي هو الشفت أو البايبس اللي هو السترينج اللي مع الحفر، راح تدخل راح يرجع السائل إلى السطح عن طريق الأنيولار اللي هو بالضبط هو الجاب أو المسافة اللي هي الأنيولار بين البايب الحفر والأنابيب الحفر العفو والجدار البئر من الداخل. طبعا هنا اللي راح نسوي احنا اول شيء راح نجي نحسب اللي هو الفوليوم اوف كاتينج سلك. راح شلون نحسبها؟ انا عندي 15 برميل لكل فيت وانا السرعه جيت عندي 23 فيت بير منت، فاذا انا اضرب 23 فيت بير منت اذا كل دقيقه 23 فيت نضربها راح يطلع لي بالضبط 3.45 برميل لكل دقيقه. راح يصير عندي شنو هذا حجم المواد المقطوعه تطلع اللي هو الروكس اللي يطلع. زين هسه نحسب الويت مال اوف الكاتينجز اللي هو نفس هذا الحجم مالته راح نحوله الى قد وزن صار هذا الحجم. فبالضبط انا اضربه بالكثافه فراح يصير 3.45 اللي هو حجم مضروب في 42 حتى حول 8 من البرميل الى الجالون في 20.8 اللي هي الكثافه فيطلع عندي بالضبط اللي عندي باون على منت. إذا أنا عندي بالضبط 3013.92 باون لكل منت راح يصير عندي القطع عملية القطع للروكس الموجودة هذه الوزن مالها اللي هي بالضبط هلقد باون لكل دقيقة. طبعا احنا تصير عملية عندنا ديسشارج فاينل فوليوم ديسشارج عندنا مال تسائل الحفر اللي موجود هذا اللي قلنا عليه عن طريق البامب وعندي الفوليوم ماركتينجز. اذا اجتمعت حالتين للحجم الحجم الاول فاينل فوليوم بالدقيقه عندنا المن للبايب ديسشارج اللي هو بالبنت جيد عندي راح يعطيني تدفق اللي هنا معطيني 720 اجمع مع حجم الكاتينجز اللي هي المواد المقطوعه للروك لكل من الفعل. سويت عمليه جمع اقول فوليوم في ام 2 يساوي لنا 720 اللي هي هذه زائد بالضبط عندي هذه اللي هي جيد باون بير منت اللي هي بالضبط الويت راح شو اسوي اني اقسمه على الدنسيتي مالته اللي هو 20.8 مال كاتينجز يطلع هذا نفس الشيء يعني راح يطلع فوليوم. فعمليه جمع الفوليوم الاول مع الفوليوم الثاني راح ينطيني بالضبط جالون عدد الجالون يطلع 8.6.4.9 جالون على منت اللي هذه حجم المواد اللي فاينل فوليوم بالدقيقه اللي هي تكون من سائل الحفر عن طريق الفم اللي اندفع بالاضافه الى الكاتنجز اللي طلعت نتيجه الحفر. طبعا هنا هذه احنا وصلنا الى مرحله قدرنا نحسب حجم المواد اللي صارت عن طريق التدفق بالمنتج صار بالنسبه لسائل الحفر الى المواد المقطوعه. طبعا هذه العلاقة ممكن احنا نحسب من خلالها ايش قد رو ام 2 اللي هو المطلوب من عندي بالسؤال. عندي من طبق علاقة الوزن الموجودة اللي هو الرو في في بالنسبة للسوليد يساوي لنا الرو للسوليد في الفي على ام 2 اللي هذه العلاقة نطبقها اللي موجودة اخذناها اللي احنا نطلع الويت على علاقة الويت للسوليد من خلال فكرة نطلع الرو ام 2 اللي هو مطلوبة بالسؤال. طبعا تطبيق مباشر صارت هذه موجودة طلعناها اللي موجودة هذه قيمتها قيمتها موجودة زين بالاضافة اللي ويت اللي موجود جيد مالته بالضبط 28.5 اللي هي الرو السوليد حسب ما معطينا بالسؤال وهذه ممكن حسبناها من العلاقة هذه جمعنا الحجوم الموجودة فتبقى عندنا فقط الرو ام 2 المجهولة من خلالها يطلع الرو ام 2 اللي هو 11.48 باون على جالون وهو الناتج اللي وهي اللي الدنسيتي للمات بالانيولار اللي يطلع من عند سائل الحفر ويعبر يرجع الى المضخه. فاذا هذا السؤال كان شويه بي يعني شغلات اكثر يعني استفاده نعرف ان المنظومه شلون تشتغل انه عندي سائل الحفر يسوي له عمليه ديسشارج عن طريق البايب الموجود واللي هو عن طريق المضخة الضخة الى
الأنابيب الحفر داخله يمر تدفق 720 بالإضافة إذا صار تحت عملية كاتينجز بالنسبة للزمن، جمعنا الحجوم مالته وبعدها طبقنا العلاقة وبدأنا نحصل على الرو اللي هي جت قيمة الرو اللي تمر بالضبط اللي تمر وين بالأنيولار الراجع إلى سطح الريش أو منظومة الحفر اللي يرجع من جديد، وممكن إحنا سائل الحفر يسوي سيركليشن لعملية الحفر. فإذا هنا صارت عرفنا أنه فشي صار فشي مضاف عدا مسألة أنه أجد أنا أخلي سائل الحفر وأجد نوعة حسب ما شفنا بالمسائل الجدول اللي كان هو الفاريت والبنتونيت. أكو شيء اسمه الكاتينجز، كاتينجز بخلفة باراميتر مهم، شلون إحنا هذا الكاتينجز شلون إحنا ممكن يدخل بالحسابات ضمن المنظومة مالت، لأن هو إحنا دائما منظومة الحفر هي تبقى باستمرار تتوسع حجم الحفر، باعتبار كل ما حفرنا أكثر بالعمق راح تزيد حجم المنظومة اللي هي متمثلة بالمد الموجود داخل البير بالإضافة إلى عندك البت الموجودة اللي هي على السطح والتانكس الموجودة مثل ما ذكرنا. وهذه من المسائل اللي يعني مهمة وممكن احنا نتعلم منها بعض الأشياء. وقعدنا اكو مسألة مثال أخير اللي هو مسألة موجودة، هذا مثال هو محلول اللي هو example 5. أما example 5 شوية يعني هذا مثال شوية بتفاصيل، وهذه التفاصيل إن شاء الله أنتم يعني تقدرون تشوفوها هسه نقدر شوية بس نقرأ منطق السؤال حتى وراه الحل هو موجود، فأريدكم أنتم إن شاء الله تشوفون الحل وممكن من عنده أنتم تستنين هذا السؤال شوية مهم يعني راد لواحد إيش اسمه يعني يركز بالحل ماله. وأكو ملاحظات أنا كاتبها لكم. طبعا هو المثال عبارة يعني drilling operation of well reach هلقيت 70 feet deep with 10 inch diameter the volume of surface connection هلقيت بناكو توصيلات هلقيت بيها حجمها اللي هي عبارة عن الهوز وهذه الأنابيب الموجودة على السطح مالت يعني مال الريك، وعندك مثلا هو العمق 730 فيت ولقيت العمق هذا دمجز اوف مود فول هلقيت اكو هذا الفول الموجودة الفوق اللي هي الفت الموجودة بالضبط يعني بجانب البير اللي هي مال ترسيب من هالقبيل هي بها سائل الحفر. فهاي مسألة حجوم احنا لازم نعرفها، يعني احنا قلنا الحجم انه وجد العمق التوصيلات كلها تنحسب بالنسبة لسائل الحفر بالإضافة الى البول اللي هذا مثل البركة الموجودة اللي بيها سائل الحفر ينزل يعني بعد ما يطلع من هذه. وأدك the combustion drilling fluid which used drilling the operating water اللي هو متكون ليش من المي والبنتونات substance of filtration reducing يعني بالإضافة إلى مادة تقلل الفلتريشن اللي هي حتى ما يسرب المي للأرض، وهذا مطين الوزن النوعي مالته، وهذا وزن نوعي أفضل لازم هذا وزن نوعي اللي هو 1.8. إذا عرفنا من وزن نوعي نقدر لازم نعرف شلون نطلع الوزن. وعندي نسب موجودة هنا مطين مثلا يعني هلقد 7% مطين البنتونات 7% 0.75% اللي هي نسبة شنو الفلتريشن ريديوسر مقلل الفلتر. بالإضافة ذلك الفيلم مثلا also is necessary convert the drilling fluid to emulsion يعني هنا تحول سائل الحفر الى emulsion اللي هو الامولشن اللي هو المستحلف بين المي والزيت باضافة شنو اويل ضافه ديزل اللي هو 8% 80% المالت specific weight اللي يحول المود دنسيتي الى 8.4 طاون على جالون. فهو هنا اصل المطلب ايش رايت فايند اماونتس اوف ديزل اويل ايش قد كميه الاويل اللي ضفناها حتى نسوي اموشن بالاضافه الى الووتر بالبرميل. هذا الاثنين يريدن بالبرميل هذا الاويل ايش قد والمي اوسو بنتونيت اند تريتمنت سبستنس يعني شو يريد بنتونيت ايش قد والمعادلة المعالجة اللي هي نفسها الفلتريشن ريديوسر اللي هو هذا نفسه and treatment substance اللي هي نفسها هذا الفلتر ريديوسر زين انطن يريدها بطن إذا وزن in the emulsion where the emulsion volume is equal the volume of system إذا هو الايموشن يساوينا volume of system. شنو معنى volume of system يساوينا يعني system volume عبارة عن شنو العمق مال بير
وضاف الى الفوليوم اللي سيرفس كونكشن اللي البايبات يعني جد احنا جد حجم السائل اللي بيها والبوركه كلها من ضمن هذه اللي هو السيستم فوليوم. بعد السؤال يراد ايش يعني بيها صراحه شويه التصور اكثر على العمليات السيرفر بالبير. طبعا احنا الشرح مالته هذا ثاني هنا بالضبط هنا شلون قلب الحجوم. طبعا اتوقع عليكم شويه التفاصيل بعض التفاصيل البسيطه ان شاء الله لازم تعرفون شلون التحويله صارت هنا ممكن شلون اطلع الرو ام 1 هنا قد طبقت هاي العلاقه اللي سميشن اوف سبستنس الى سميشن اوف سميشن اوف سبستنس فوليوم الويت على الفوليوم اشطلع لي رو اجت هاي النسبه من هاي النسبه من هذه النسبه مالت اللي هي دنتونيت وهذه نسبه هذه يقلل الماده اللي ضفناها التريتمنت اللي وهذا يقلل الفلتريشن هاي النسبه الباقيه هي عباره عن شنو هذا واحد ناقص هذا وهذا يطلع حال حتى يبقى هذا مي لان هو واحد نسبته واحد نقص من 0.07 و0.0075 يطلع تبقى هاي النسبه هاي نسبه المي فهنا قسمنا نسب طلعنا رو يعني قسمنا نسب شنو الوزن على نسب شنو الكثافات العفو الحجوم الحجوم شلون جينا هنا هذا عباره عن اعتبرناه شنو هذا على قسمنا على الكثافه حتى يطلع عندي حتى يطلع حجم يعني كتله جت كتله 0.07 من الكتله الاصليه اللي حتى مطين بالسؤال اللي فيها هذه قسمناها على كثافته هاي الكثافه النسبيه تنضرب بالواحد من كثافه المي واحد اللي هي شوفوا نفسها هنا قسمها الواحد تبقى هذا قسمناها كما مضرب واحد فلان شنو قسمنا هنا قسمنا بالضبط اللي هي كتلة أو وزن على كثافة يطلع لي شنو حجم حجم بحجم فوزن على حجم طلعت لي كثافة فهذا طلعت بمن بيا وحدات جرام على سنتيمتر مكعب فهذه العلاقة دائما وحداتها شنو أنا ذاكر لكم هنا هي جرام على سنتيمتر كيوبيك فإحنا لازم نحولها إلى شنو إلى باوند إلى جالون حسب ما هذه شلون نتحولها 350 على 42 قسمناها حسب ما نعطيكم علاقه مع تحويل الجالون الى برميل بس هنا قصدي باون الى برميل نعطيكم علاقه من 350 اخذناها ببدايه المحاضرات هنا شنو باون على جالون شلون باون معناها لازم اقسم 42 على 42 ولازم شو اسوي بعد؟ واضربها في 350 فتطلع 8.33 اللي هي ناتج شنو؟ هذه القسمه على مود هذه التحويل، اذا هاي الرو ام 1 هنا اللي هي ناتجها بالجرام على سنتيمتر مكعب شلون حولناها الى طاون على جالون؟ عن طريق هذه نضرب في 350 قسم 42 حسب العلاقه نعطيكم اياها بدايه المحاضره وهي قيمتها تطلع 8.3 اللي هي هذه نسبتهم مجرد عمليه ضرب تطلع عندي زين نجي هنا شلون بالضبط هنا شلون سويت عملية الاموشن هنا الاموشن شلون سوي عملية الاموشن الاموشن هنا نفس الشيء اللي اخذناه شلون نقدر نحول بالبداية نضيف مي نفس الشيء هنا في اويل راح نجي نطبق العلاقة مثل ما موجودة هالعلاقات اللي بالبداية اعطيتكم اياها هذه راح نعوض حتى يبقى عندنا مجهود الفي نوت مكان في ام 1 شو نسوي؟ نخلي هاي القيمة لان هي عبارة عن ال VM1 يساوي VM2 ناقص VO اللي هو الفاينل ناقص ال VO يطلع لنا هذا الاولي فهذه هي معناها هذه زين شوي نبسطها هسه هذا هو نفسه اللي هو هذا نفسه عندي اعطيكم اياه اللي هو هذا نفسه هذا بعدين شلون ممكن نطلع هنا مثلا الرو مال الاويل تساوي لي specific weight ضربها في ال نضربها في الكثافة مع الماء وهكذا ونحل إلى نطلع القيم والباقي أوريكم إن شاء الله تابعوها وشوف شوف النتائج شلون طلعت هذه شلون النسب شلون جمعناها وشلون ممكن نطلعها وهذا هنا في هذه المحاضرة مالتنا اللي هي المحاضرة الخامسة اللي تخص للفصل دريلينج في كالكوليشن اوف دريلينج فلويد
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لأخواتكم.